هنا فكرة أن القرآن وهذا الدين مصلح لكل زمان ولكل مكان، مش صالح بس مصلح. يعني شوف شوف ثلاث مستويات بقى زي ما بيعمل الشيخ زمان. شوف انتبه معي بقى، في ثلاث مستويات هنا يا جماعة يا جماعة. طيب ثلاث ايه بقى؟ عندك مستوى من الناس اهو بيقول لك ايه، لا يصلح لكل زمان ولكل مكان. تمام اهو صح، ادي نموذج، احنا عشان حبايب بس.